أنا أصلي بخاف من حازم مرة طلعني ملك الغابة قلتله بقى قبل ما تتخابى عايز أوصل لك معلومة أنت القرد غلط في حقك وأخوك رامز جاب لك حقك حتى بأسأل أبو زلومة ياما ياما ألبس قلب القاسة بيع ألبس قلب القاسة لا تقولي حاوي ولا مخاوي أنا ثبت مليون مشاهدين في كل بيت. اعزائي المشاهدين قدام شاشة كل تلفزيون, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة احنا معانا التطور الطبيعي والامتداد ليونس شلبي. معانا نجم كبير جدا, معانا حد ما ينفعش اشتغل اي حاجة في حياتي سواء افلام او مسلسلات او سيت كوم من غيره. معانا شخصية جميلة جدا, وشه طفولي طيب, بيعمل مقالب في ناس كتير, بيخاف من كل الحيوانات والقوارض. السنة اللي فاتت لو نفتكر عمل مقالب في كل الوسط الفني, السنة دي قررنا ان احنا نعمل فيه مقلب. معانا ادوارد هيشوف سعد وعلاء. السنة اللي فاتت كان بيعمل مقالب في كل الناس, النهاردة بقى قررت اتحالف مع سعد وعلاء ونرد له المقلب. بيخاف من خياله. الشعر والتصبيح. ابعد عني تعنت فيا انا مستني حس بيا. عايز انزل
رديت، انا رديت. ممكن انزل تحت؟ حد سامعني؟ عايز انزل تحت، عايز انزل تحت. لو حد سامعني عايز انزل تحت.
حبيبي يا رامز. I love you إدوارد. I love you so much يا رامز. بس خف بقى عليا شوية. فكده يا جماعة أحمر على بوا بطيخ. أحمر على بوا بطيخ. أحمر على بوا. ده أنا لسه جاي من المغرب اتقالت لي مثلا لا يقل عن 15 مرة. ما شاء الله. والله فعلا. كان أعلى إفيه في فيلم والله العظيم أحمر على بوا بطيخ. أه. هابي لاندنج. ويلكم باك. ثانك يو. اتولدت من جديد؟ أنا قطعت الخلف. دلوقتي إدوارد كل الناس بتمسك التليفون كده. أنت النهاردة مسكت التليفون كده. انا ولا كنت باصص انا ماسك ازاي انا عايز انا خايف كنت خايف اعلي صوتي الاسد طب تيجي نشوف انت عملت ايه تعالى تعالى شوف عايزك تقدم لي وصف تفصيلي من اول ما رجلك خطت في الاسانسير انا لسه ما يعني ما استوعبتش الموضوع لا ما يعني فهمني خلاص الشعور اللي عملته فيا ده مش ظابط احنا خلصنا الصباع ولا داخلين على القوارض هوب هو انت لما برقت كده ده افتكرت مثلا ان انت مش شايفك انا فاكر ان انا بحلم وبعدين راح قايم كلمني عن كميه الادرينالين اللي افرزت في اللحظه دي تكفي كتير صح ممكن يعني الناس دم بيها فيلم ادرينالين ايوه شويه برضه السنه اللي فاتت انت افتريت عن اهوب والله كان انت ادوارد السنه اللي فاتت افتريت عن ناس كتير بترجعني كل البرنامج اللي عمال يقول لك لازم ادوارد ده اول دبيح ما انت ما جيتش يا رامز معايا السنه اللي فاتت انا ما كنت مسافر الحقيقه انا اي حاجه انت فيها انا راشق على طول ما عنديش هزار انت عارف هنا بقى فقدت الامل يئست ما قلت خلاص كل الادوار مقفوله بص بيبي بيبي بيعمل يا نهار اسود دوق شويه اللي كنت بتعمله في الناس السنه اللي فاتت يا راجل فظيع بس انت كنت متوقع ان يعني مقلب او حاجه؟ لا بس خالص يعني لا خالص يعني وقالوا لي وحتى لو توقعت مقلب مش هيبقى اسد استحاله اسد ولا ايه مفكوك واحطته قدامي اسد يعني اوفر قوي انا عمال بحاول كنت اجي على الجنب اشوف مربوط في ايه كان في حته قاعد يعمل كده بتاوب مش عارف بتاوب ولا جاعه بتاوب مش قادر اعرف ممكن صح مش قادر احدد هو حصل له ايه بقى اللي حصل فوق كنت عايز تطلع منين بقى بشوف اي حاجه بقى اخبطها فوق طبعا. تفتح اطلع من عنك انا متوقع يا جماعه السنه الجايه اقدر اعمل فيها حاجه زي كده ايه اللي خلاص الحلقه القادمه واتمنى ان هي تبقى احلى من دي